انا اقترح على رئيس السيد السوداني، تدري شنو اقترح؟ اسمعوا هذا الاقتراح مني، خلي يصدر امر ديواني رفع اسم العشيره من الموظف داخل الدوائر. اوف. طيب هو يعني شلون حتى يلغي اسمه؟ تدري هذه اذا صارت شمري وفتلاوي وعزاوي وكبيسي يا اخي شيلوها، هاي ما محتاجينها احنا بالدائره، مثل ما يسمون الضابط حجي. انت شايف لك يسمون الضابط حجي؟ ما يصير يعني فد انتكاسه بالاداره، ما محتاجين اسم رئيس العشيره بالدوله ابدا نهائيا. بالعكس رئيس والله انا سامع بالدوائر يقول له هذا من جماعتنا حريشاوي، او هذا من جماعتنا عزاوي، او هذا من جماعتنا كبيسي ويطبون. لا انا اطالب برفع اسماء العشيره اللقب العشائري من الوزراء ومن المدراء ومن الموظفين داخل الحكومه داخل الدوائر. شنو اللي يمنع؟ بالعكس هذا مظهر حضاري، مو هذا راح يمشي على رئيس الوزراء ايضا. رئيس العشيره لا حضور لرئيس للنسب العشائري في داخل الدائره.